مساء الخير والسعادة، وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات، وحلقة جديدة من برنامجكم 50 جديدة في السنة الجديدة. إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا. مساء الخير يا مروة. مساء الخير عليك يا إسلام، مساء الخير على كل المتابعين اللي بيشاهدونا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة. النهاردة 1/1، أول يوم في السنة الجديدة 2021. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول يوم في السنة الجديدة. كل سنة وانتم مع اللي بتحبوهم، تتسندوا عليهم وتسندوهم وتتحاموا فيهم. كل سنة وانتم قادرين تعافروا وتتعبوا عشان تحققوا حلمكم. إن شاء الله السنة دي تكون سنة تحقيق أحلام، وكل حد عنده أمنية وحلم إن شاء الله يوصل له السنة دي. وخليكم واثقين إن كل حد عافر وتعب إن شاء الله في يوم من الأيام هيوصل، أكيد هيوصل، لأن آخرة التعب دي أكيد فرحة. كل سنة وإحنا مقدرين وعارفين قيمة نفسنا كويس قوي، وعلى ما أعتقد جاء الوقت إن إحنا يعني نراعيها شوية عشان خاطر إن إحنا جينا عليها كتير قوي قبل كده. كل سنة وحضراتكم بخير وسعادة، وإن شاء الله رب أتمنى يعني من الجميع يعني إن ربنا يرفع عننا البلاء والابتلاء عاجلا وليس آجلا إن شاء الله. النهاردة يعني بما إننا أول يوم في السنة، كله عايز يعرف ايه ممكن يحصل او ايه التوقعات او كده اللي ممكن يحصل السنه دي. كل واحد عايز يعرف ايه البرج بتاعه ويقول ايه السنه دي. فمعانا الدكتوره اللي منورانا، دكتور فردوس نشأت. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورانا. خبيره الابراج منورانا. خبيره الابراج والطاقه الحيويه، بس كمان احنا مش هنتكلم عن الابراج بس، هنتكلم عن ايه تاني يا اسلام؟ هنتكلم النهارده عن تارو وعن الطاقه الايجابيه ان شاء الله، وان شاء الله نبدا السنه الجديده ان شاء الله بطاقة إيجابية دايما، وننسى 2020 بكل اللي فيها. وإن شاء الله التوقعات بتاعة الأبراج إن شاء الله سنة 21 هتكون سنة سعيدة علينا. وبعدين إحنا عايزين نلفت نظر السادة المشاهدين إن خلينا متفقين إن الأبراج ده مبنية على علم ودراسة، وليست مبنية على علم الغيب أو الدجل أو غيره. وبما أنها مبنية على العلم والدراسة، فخبيرة الأبراج معانا النهاردة الأستاذة فردوس نشأت، هتكلمنا النهاردة بما لديها من علم في هذا الصدد. وبنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك يا إسلام. أهلا بحضرتك. هنبدأ حلقتنا النهاردة، يعني ادينا فكرة عامة عن السنة الجديدة وإيه اللي هيحصل فيها. هي السنة الجديدة تكملة ل2020. لو أنت عايزها أفضل هتكون أفضل، عايزها أوحش هتكون أوحش. 2020 اللي حصل فيها والدربكة اللي حصلت فيها كان أمر لازم يحدث عشان يغير من أفكار الناس، من الطرق التعبيرية بتاعتهم. كل سنة هي مجرد رقم، ولكن الطاقات هي اللي بتختلف. عايزين تسألوا عن ايه في 2020؟ عايزه اعرف مثلا ممكن ايه الاحداث، ممكن متوقع ايه الاحداث اللي تحصل في مصر. بس خلينا بس قبل ما نبدا نتكلم عن التوقعات والاحداث، في ناس بتقول ان علم الابراج ده علم غيب وحاجات كده، انت وجهه نظرك حابه تقولي لهم ايه، توجهي لهم؟ حابه اقول لهم اول حاجه احنا ملناش اي علاقه باي جن ولا بعفاريت. كل الموضوع هو علم خاص بنفسه، ده كان علم سيدنا ادريس عليه السلام. الابراج مش حرام، الناس بتفكرها حرام لان هم حاطين في ذريعه اتزرعت في الافكار خاطئه، وده اللي هنشوفه ابتداء من 2021 هيتغير. الافكار دي هتتغير، العلم هو اللي هيسود. هي دراسه وعلم اولا، هي دراسه وعلم. ما احنا قلنا هي علم سيدنا ادريس عليه السلام وعلم سيدنا دانيال عليه السلام. هو القصه ما لهاش علاقه لا بعفاريت ولا باي حاجه، هي مجرد فيزياء كواكب، حسابات معينة، تربيعات في الكواكب معينة، وجود لكواكب تقيلة أو كواكب خفيفة في أماكن معينة بتتم الحسب عليها، لكن ملهاش أي علاقة بدجل ولا شعوذة. في الأول وفي الآخر لا يعلم الغيب إلا الله، ويغير الأقدار الدعاء والصدقة. اكيد طبعا، ونعم بالله. طب خلينا نبدا بقى كده في الاول. طبعا كل يعني كل البلد طب او العالم كله شغلها موضوع كورونا، شغلها إيه موضوع كورونا. توقعاتك في 2021 لكورونا؟ توقعاتي انا شخصيا، توقعاتي ان في شهر 6 باذن الله، ده منظوري انا وتوقعاتي انا، وبنقول توقعات يعني مجرد احساس للوضع السائد بنظريه طاقيه، ان في شهر 6 هيكون الكورونا اختفى، لكن هيظهر امراض جديده.
ابتداء من اول السنه هتلاقي في امراض جديده بتظهر، سواء الكورونا بتطور نفسها سواء في امراض جديده بتظهر، لان احنا دخلنا في عصر الدلو. هتلاقي الاشخاص او الناس اتقسمت مجموعتين. ايه عصر الدلو ده؟ عصر الدلو ده عصر احنا طلعنا من عصر الحوت دخلنا في عصر الدلو. احنا دلوقتي العصر الدلو ده اللي هو الكواكب اللي بيحكم كل 2365 قرن بيحصل عصر. تمام. زي عصر الديناصورات ما انتهى، كان مثلا ده في نفس القصه كان عصر الدلو. طب ايه سمات بقى عصر الدلو ده؟ حاجه جديده الناس يعني. هتكون مقسومه مجموعتين، يا اما دكاتره، مش دكاتره كشغل كعمل، لا دكاتره في الاسلوب في الشكل في الوضع في الكمامات اللي احنا بقينا نحطها والجوانتيات والاسلوب اللي هو خلي بالك يا مروه اوعي تحطي ايدك هنا عشان في واحد كان بيكح وحط ايده هنا، ده خلاص هو بقى دكتور بيدونا نصايح لبعض يعني. يا اما الناس هتكون مرضى، يا اما دكاتره في الفكر كمان. الطب هيتطور، هتطلع في حاجات جديده هتطلع في السنه دي، ابتداء من السنه دي تبتدي تتطور في الطب. هتلاقي مثلا في امراض جديده دخلت، تخصصات جديده. بس في شهر 6 توقعك ان كورونا هتبدا هتنتهي، بس هيطلع امراض تانية ممكن الامراض، والله اعلم، وبركز على كلمه الله اعلم لان ربنا فوق كل شيء، امراض تظهر غير الكورونا. انت فاهمه قصدي؟ يعني مش الكورونا بس اللي هنكون بنهاجمها، ممكن يكون الامراض دي ظاهره من المصل اللي نزل. خطورة مش المصل ده مش هيتطابق مع كل شخص. فاهمه قصدي؟ فاوريدي الجسم والبكتيريا والفيروسات بتطور نفسها. طب خطوره كورونا يعني هتفضل خطر زي ما هي ولا ممكن الخطوره كورونا مش خطيره؟ مع احترامي ليك. لا فهمينا بقى الموضوع ده عشان اول مره حد اسمع. في الطاقه لو انت نفسيتك مش مظبوطه، لو انت ايمانك مش قوي، لو انت بتعملي حاجات سيئه لنفسك وللمجتمع، خافي من كورونا. دي بتقلل المناعه مثلا لو انت بتعملي عكس كده؟ بالظبط. برافو عليك استاذ اسلام. المناعه بتنزل، مناعتك عاليه بتهاجم كورونا، عشان كده اي اطفال بيجي لها كورونا بتتعالج بسرعه جدا وبتشفى. الخوف على الكبار، لان احنا بنشيل هموم الدنيا كلها على كتافنا، بنفكر في بكره وامبارح وبعده، وفلان اذاني امبارح، وجارتي زعقت لي امبارح، وجوزي بهدلني. فاهماني؟ كل الناس بتفكر في الحاجات دي. كل ده زعل، وزعل زعل بيهبط منك والعقل خلاص مش قادر يستوعب، يقوم بالمناعه بتاعته خلاص شكرا خد كورونا. يعني المثل القائل ارمي حمولك على الله ده بيساعد في رفع المناعه. ونعم بالله ده طبعا. طبعا اذا وكلنا ربنا في امرنا ليس بعد امره رشدا. تمام. طيب ايه توقعات حضرتك للابراج في 2021 من حيث الحمل ومن حيث الزواج ومن حيث الحب ومن حيث لا ننتهي من الحيثيات يعني؟ تعالى نفتح ورق لكل برج. طيب. ونقول جزء من توقعاتك. طيب قبل ما تبدأي معانا مداخلة من الأستاذ إبراهيم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ إبراهيم. تسمعني كويس أستاذ إبراهيم؟ ألو. طيب يبدو أن ال لحظة أستاذ إبراهيم. أوكي. يبدو الاتصال فصل، فنستكمل مع حضرتك توقعاتك في 2021. اتفضل. من حيث الحب، السفر، الحمل، الزواج. السفر في يعني أنا ما أقدرش أحكم، أنا اضطروا زي وسيلة بتظهر لي أو بتأكد لي الحدث. ممكن ناخد نبذة يعني عن كل برج اللي ممكن. فعشان كده بقول خلينا ناخد نبذة عن كل برج في 2021 بيقول ايه. تمام. نتكلم الاول عن الابراج اللي هيكون عندها حظوظ اعلى، لكن انا ما بعتمدش على الجزئيه دي، انا بعتمد ان كل شخص ليه خريطه فلكيه لازم ابص عليها. تمام. ده اساسي، لان اللي يناسبك مش يناسب غيرك، لكن الطاقات واحده. يعني ايه خريطه فلكيه؟ وضحي للساده المشاهدين. الخريطه الفلكيه هي ما يرتب من ابراج وكواكب وقت الميلاد بتاعه، بتعتمد عليها في وقت الميلاد، الساعه بتاعه الميلاد. يعني كل ام هتولد بيبي جديد
لازم تقيد ساعة الميلاد اللي البيبي نزل فيها للدنيا بالدقيقة وبالثانية وبالساعه واليوم بتاعه، عشان احنا للاسف احيانا نسيب الطفل وبعديها باسبوع نكتبه، اصل الطفل نزل مريض بعديها بشهر نكتبه، اصل النهارده انا مشغول بكره ابقى اكتبه، فدي بقت مشكله كبيره. طيب يعني برضو الخريطه كده، هي الخريطه بتتكون يعني من الترتيب بتاع الابراج في الخريطه بتاعتك، الخريطه دي اللي هي الوقت اللي انت اتولدت فيه، اني برج كان صاعد للسماء وقت الولاده، البرج اللي انت اتولدت فيه اللي هو التاريخ بتاعك، الدقيقه بتاعتك، البرج اللي صاعد للسماء، القمر بتاعك فين. يعني اختصارا كده بتقول الديتيلز بتاعت حياه الشخص، الديتيلز بتاعت حياه الشخص كلها، بيشتغل ايه، هيتجوز او مش هيتجوز، هيحصل عنده تاخير، ممكن هيبقى عنده في اعمال سحر، هيبقى عنده طاقه حسد اوفر مثلا في الحياه، ممكن يشتغل ايه وما يصلحش في ايه ويصلح في ايه. الخريطه الفلكيه كمان بيوضح لك ازاي المعاشره ما بين الزوج والزوجه، هل الاشخاص دول يصلحوا لبعض او لا. هنستاذن من حضرتك، معانا الاستاذه اميره من هنا عايزه تشارك معانا في الحلقه. اهلا وسهلا بيها. اهلا بيك يا استاذه اميره، اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا اميره. هو عايزه اعرف برجي. طب انت مواليد كام او تاريخ الشهر بتاعك؟ 16/7. شهر 7 19 ولا 16 عفوا؟ 19/7 برج السرطان. برج السرطان يا اميره، برج السرطان برج كويس جدا وعنده نصيب من الحظ، ربنا عادل قوي ان هو قسم الحظوظ على كل الابراج وكل الاشخاص في العالم حتى على الحيوانات. فعايزه اقول لك ليكي سؤال تاني يا استاذه اميره. لا شكرا. مش شكرا. طيب ليكي. ماشي اوكي بشكرك. فهو برج السرطان برج جميل جدا، برج مفيش بعد كده، بس هو محتاج ان هو الفترات دي ياخد هدنه مع نفسه عشان يغير من الواقع بتاعه، عنده حب ألمه، أشخاص ألموه في حياته، في تربية الأولاد مفيش بعد كده السرطان، عنده حنية زيادة قوي، محتاج يعمل معادلة لأنه كمان قعد فترات كتيرة يدي للي حواليه زيادة عن اللزوم وبالذات الأقارب. الأقارب اللي من الدم بيديهم أوفر قوي، والأصدقاء المقربين جدا بيديهم أوفر قوي، فهو السنة دي هيبتدي يغير ده عشان هو يتطور، لانه ما شالش حاجه لنفسه. طيب ايه من الابراج اللي هيحدث لها في عام 2021 حاجات مميزه؟ عندك برج الثور. برج الثور عنده مال، مال حلو قوي لبرج الثور. لو هو عنده قضايا ماليه وهو فعلا يستحق ان هو يكسب القضايا دي، في ميراث، في ارض، في النزاع على مال، معلش هيكسبها. بنعتذر منك برده يا دكتور، معانا مداخله. ام محمد من اسيوط، اهلا بيك يا ام محمد. ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، دي اول حاجه. وانت طيبه. وبعد كده انا اول مره اعمل مداخله على التلفزيون. اهلا اهلا بيكي. نورتي 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 جدا. ما يبارك فيك يا رب، الله يخليك. وانا مواليد 13/3/1990، وما اعرفش قوي حاجه يعني عن الابراج، وعايزه اعرف برج ايه. طب حضرتك متجوزه ولا لا؟ لا معايا متجوزه ومعايا اطفال يعني. اوكي تمام. احسيتي 13 هي قلت كام متذكر؟ 13/9. 13 لا 13/3. 3/3 13 مارس. 13 مارس. 13/3/1990. حابه طب تسالي عن حاجه معينه في البرج بتاعك؟ انا ما اعرفش اصلا برج ايه يعني. طيب خلاص الدكتور دلوقتي هترد عليكي. تمام طيب شكرا. الحوت. شكرا ليكي. شكرا لحضرتك. طيب الحوت. عايزه اقول لك كمان عندنا في شيء ان الناس بتفكر الطارو او الابراج لما يسمع الابراج بتاعتها هي اللي هتحل لها المشكله. لا، انت لازم تحل المشكله، احنا بنجيب لك طاقات. هل الكوكب ده بيدي طاقة سيئة، طاقة سلبية؟ هل في التراجع بتاعه؟ هل الطاقة الكوكب ده بيدي طاقة ساخنة، طاقة عصبية نرفزة زي المريخ؟ هل بيدي حظوظ زي المشترى؟ هل بيدي جمال ومال زي مثلا الزهرة؟ على حسب الطاقات بتاعتك اللي بتكون موجودة في الخريطة بتاعتك وفي الأيام بتاعتك.
طب احنا خلينا نبدا احنا اللي نحل امورنا. تعالوا نبدا نبذة عن الابراج وهنرد طبعا على ام محمد في البرج بتاعها. استنينا وشوفي الدكتور هتقول ايه. نبدا ببرج نبدا إيه؟ برج ايه؟ في حد هيفتن علينا برج ايه؟ ممكن او من اول السنه مثلا يعني قصدك الحمل. انا هفتن عليها هي برج الاسد. ابداي بيها يعني. الاسد ابداي من الابراج المحظوظه في 2021. برج الاسد، برج الثور، اسد وثور وقوس، وعندنا كمان دي من الابراج المحظوظين، وبرج الدلو. معانا يعني ممثل إيه من اسوان بنستاذن حضرتك معانا تليفون من بدري وكم اتصالات كبير جدا للحلقه النهارده ما احناش ملاحقين. اهلا بيك يا استاذه ام مريم. اهلا بحضرتك. اتصال قطع. اتصال يبدو انه قطع. معانا ام مريم معانا. ماشي اوكي دكتور كملي عشان الاتصال قطع. اوكي احنا دلوقتي احنا هنبدا بالاسد. انت عندك تغييرات مش قادره تعمليها، لازم تغيري. لو ما غيرتيش، ده احنا بنتكلم على برج الاسد يا جماعه دلوقتي مش عن مروه شخصيا. يعني انا دلوقتي مش بفتح لمروه شخصيا، انا بفتح برج الاسد كله. اوكي اوكي فبرج الاسد لازم يحدث التغيرات دي عنده، اذا كان بالسهل او بالصعب لازم يغير من حياته. ايه اللي تعبك في حياتك لازم تغير منه؟ متشدد جدا، متعصب الفترات دي. لا ده انت عندك مال مش هنهزر. ومش عايزين نرجع للسنه اللي فاتت والخسارات اللي حصلت معانا، سواء العاطفيه واختياراتنا السيئه او الايجابيه واختياراتنا في الحياه الايجابيه، ونشوف المال ناخد جزء من المال وخلاص زهقنا او ركننا او تعبنا. انا خليني اتكلم، احنا قاعدين على الانتري دلوقتي عشان اكتر الناس تفهم انا بقول ايه. عندك رجعه. طب عايزين بس نوضح برج الاسد من كام لكام، لان اغلب مشاهدينا مش عارفين لا انا ما حطيتش بصراحه، ما اكذبش عليكي هتاخد وقت معانا كبير قوي. احنا عندنا الديتيلز. لا مواليد البرج من كام لكام؟ يوم ايه؟ من من يوم ايه؟ يوم هيبقى من حوالي 21 21/7 ل 21/8. معانا الاستاذه تغريد من الاسكندريه حابه تشارك معانا. اهلا يا استاذه تغريد. اهلا. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي اسالي. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. انا برج الدلو، انا برج الدلو 11/2/95. تمام 11/2/95. طب تابعينا دلوقتي الدكتور بتقول نبذة عن الابراج. حابه تقولي حاجه يعني تسالي في حاجه معينه في برج الدلو؟ انا جوزي برضو برج الدلو ودايما مش متفاهمين. طيب هما المفروض ان برج الدلو مع برج الدلو هما صعب ان هما يتفاهموا، ولكن هما متحبين. حضرتك يا استاذه تغريد استكمل يا فندم. متحبين. هما متحبين جدا مع بعض. يعني اي برج مع الشبيه بتاعه هيبقوا غير متفاهمين، لان كل واحد بيتنازع ان انا امسك السلطه في الحته اللي انا بحبها. فمحدش بيحب يبقى فيه اتنين ملوك في البيت، فكل واحد عايز يسيطر على التاني. ولكن هما متحابين. وعلى حسب الخريطه الفلكيه اذا كان الكواكب بتاعتك متناسبه معاه ام متنافره. ونرجع نقول ان الطاقات دي بتكون طاقات ثابته، يعني استحاله نحط نار في ميه. خلينا نرجع للابراج. برج الاسد عنده رجع الفكر قديم مالي هيبتدي يحدثه في الايام دي، يمكن حوالي من 8 سنين. يعني ايه بقى الكلام ده؟ كان عندك مشروع في دماغك، او الاسد كان عنده مشروع في دماغه من 8 سنين وكان ماشي عليه وماشي على الخطى، او كان بيكسب منه او عمل معين او افكار معينه. تمام. هيبتدي يحدثها في 2021 ويشتغل عليها وهيكسب منها فلوس فعلا. كمان بالنسبه للحب عنده جواز سنين. هيختار حد صح اخيرا. الاسد هيختار حد صح، او هيبتدي يدعم العلاقات الزوجيه بالطريقه الصحيحه. هنشوف برج ايه تاني. هو كده خلاص اسد كفايه عليك اسد. انا كنت الحلقه كلها اسد عشان انت اسد ولا ايه مروه؟ عندنا ناس تانيه. طيب اللي بعدي ايه بقى؟ العذراء صح. لا من كام احنا كده ما بناخدش بالترتيب. انت قولي اي برج احنا نفتح عليه. نبدا بالدلو كمان عشان انت قلت عصر الدلو عندنا. نعرف الدلو. حكايه الدلو. واو عصر الدلو. خلينا نبدا بالدلو. معانا الاستاذه هبه من الاسماعيليه معانا على التليفون، لو حابه تشاركي معانا اتفضلي بالسؤال يا فندم. لو سمحت انا عايزه اسال على البرج بتاعي انا واهلي، عايزه اعرف الحاجات العامه كلها. يعني
انت مواليد كام يا فندم؟ انا 2/9 سنة 97. 2/9 2/9 برج العذراء. برج العذراء حضرتك صح؟ اوكي. حابة تسألي عن ايه؟ عن الحاجات العامة كلها يعني، مش حاجة معينة. يعني ايه الحاجات العامة يعني؟ عايز تسألي يعني الصفة العامة الحياة المالية، الحياة الاجتماعية، الشخصية، العاطفية كتوتل. طب خليكي معانا، ودلوقتي الدكتور هتشوف لك البرج بتاعك. طيب شكرا ليكي. ممكن اسال عن اخويا؟ لا اوكي اتفضلي. اتفضلي هتسالي ايه؟ اخويا 30/10 او اخوها 30 اكتوبر. برج العقرب. برج العقرب. طيب تابعونا. شكرا ليكي. تابعونا واحنا هنجاوب حضرتك حالا دلوقتي. العقرب ده السنه دي عامل لي ازمه على فكره. طب خلينا نبدا بالعذراء. لا احنا فتحنا الدلو. الدلو عنده بعض المشاكل العاطفيه. السنة دي هو بيحل المشاكل دي، بس هو محبوب. السنة دي هيكون محبوب، عنده حب. الدلو عنده حب اخيرا، مش هو اللي يقعد يحب ويطبطب على الناس، لا هو اللي هيطبطب عليه دلوقتي، بس هو هيكون شايف نفسه قوي. عنده بعض السفر، هيتعرض عليه سفر عملي او سفر داخلي داخل البلد في عمل. عنده جزئية من ان هو يطور نفسه في العمل، بس هيعمل بجد جدا، مش هيبقى دلع. مفيش دلع خلاص، دلو مفيش دلع عندك. تعمل مال حاجه نفسك فيها، انت عندك حريه الاختيار، لان في بعض الدلويين نفسهم في شيء بمال كتير، يعني زي سياره، زي فيلا، زي بيت، زي مثلا تجديد بيت، حاجه بفلوس كتير قوي، او شركه. هو هيعمل ده بس بصعوبه، ولكن هيقدر يعمله لو صمم وحط اهداف ليه. ده الدلو. كنا عايزين نشوف ايه تاني؟ العذراء. العذراء عنده حمل. عذراء عنده حمل. لو هو متجوز. اوكي. لو هي متجوزة. ولو عندها مشاكل في الحمل، ان شاء الله هيلاقوا مخرج للمشكلة في الحمل. عندهم رخاء مادي. طب لو هي مش متجوزة عندها ايه؟ لو هي مش متجوزة هيكون عندها حب وفير جدا جدا جدا. اوكي. للأسف ان العذراء الفترات اللي فاتت كان عنده مشاكل مع الحبيب، ودايما في شد وجذب، يعني انه اوف، بعاد وقراب، كل شوية يعملوا مشاكل مع بعض، وهو مش قادر يسيب الحبيب، وممكن يسيبه يروح لحد تاني، او الحبيب يسيبه يروح لحد تاني ويرجع له مرة اخرى. طب ده للراجل. للولد والست يعني الكلام ده؟ في برج العذراء. لا في برج العذراء لو الولد هو محبوب من حد، بس الحب اللي هو يعني اتحبه مش بالطريقه اللي هو عايزها، فكان في خلافات، ما كانوش قادرين يتقابلوا فكريا. اوكي. واضح ان هنا الحكم او الرسائل الالهيه اللي بتوصله كتير جدا، بس هو مش قادر ياخد باله. من الواضح كمان ان العذراء السنه دي عنده احكام من الاشخاص اللي حواليه، احكام من الناس، ممكن تكون احكام قانونيه والله اعلم، بس اكترها تكون احكام من الناس، يعني في ناس حكمت عليه بالغلط في العذراء. اوكي. وعنده شويه مشاكل في المال، لكن هيعديها وهيكون عنده ربح كويس. شايفه ان هو كمان عنده تشافي بالنسبه للمال، عنده سعاده، يعني هو لو ليه فلوس عند حد، عليه فلوس، لو هو عليه فلوس هيتسال فيها ولازم يسدها، ليه فلوس هياخدها، ولازم كمان يسال على الفلوس اللي ليه، لان هو واضح جدا ان هو عنده حواليه بعض الاشخاص اللي بيستحلوا ماله شويه، او اللي هم شايفين ان هو ما يستاهلش الفلوس دي كلها. طب خلينا ندخل على برج العقرب. برج العقرب من اخوها برضه. العقرب الجميل. عايزه اقول لك عنده سعاده، عنده زواج، عنده انجاب، عنده راحه بال، ترقيه في العمل، عنده طاقة جديدة داخلة، ولكن الطاقة اللي داخلة دي هتكون طاقة شوية صعبة عليه. فيها مشاكل أو أزمة؟ فيها مشاكل، فيها زي ما بنقول بالمصري نبر. نبر من الزملاء، وهو أساسا الفترات اللي فاتت بصراحة كان من متبهدل، الكام شهر اللي فات اتبهدل كتير قوي في الفلوس، ولكن الصبر والبصيرة بتاعته هتوصله. يصبر معتمد يعني على نفسه، ولو هو راجل يحاول يصلح اموره العائليه، لو هو متزوج
او مثلا الاخوات او الام يحاول يصلح الامور العائليه، ده هيحل معاه يحل مشاكله عشان ده هيريحه نفسيا. هو مهاجم جدا جدا جدا، ولكن عنده انتصار عظيمه وبدايه حياه جديده، بس مع نفس الاشخاص، مش طاقه متغيره. عايزه تسالي على مين تاني؟ عايزين الابراج الاكثر حظا في عام 2021. احنا قلنا عندك الثور، عندك الاسد، عندك العذراء، عندك نشوف. طيب الكوت. برج الحمل. الحمل هي عايزه تطلع استشفاء. الحمل محتاج يتشافى من كل التعب بتاعه، يعني 2020 عشان يخش 21 حد جديد. خلاص انت عديت المرحله الصعبه، انت دخلت في المرحله الجديده. برج الحمل محتاج يطور من نفسه، ما يفكرش في اي شيء قديم، محتاج يشوف الاشياء الجديده، يشوف الحب، محبه الناس ليه، العمل، طور من عمله كتير. محتاج يكون اهدى ويبطل جدال ويبطل مشاكسه. هو محتاج جدا للموضوع ده، لان الهدوء ده هيوصله يعني لمرحله جديده. كمان واضح ان الحمل يكون ليه علاقه بالسرطان، في شيء سريع وتطور مهني، تطور عقلي، هيعمل انجازات كبيره جدا في العمل بتاعه. حتى لو ما غيرش العمل، هو نفس العمل هيعمل انجازات وتطور فيه. هيكون عنده بعض الاشخاص هيكون عندها على شهر 7، ان عندي هنا رقم 7، شهر 7 هيكون عنده مفاجاه حلوه، مفاجاه جميله، ممكن تكون مع برج سرطان، ممكن تكون مع حد ترى سرطان. مال وهدايا، عنده هدايا كتير قوي، بس لو هو بيهادي كمان ربنا يعني ان شاء الله يعطي له هدايا. واضح جدا ان الحمل ممكن يكون عنده طاقه ثلاثيه مع الشريك، بمعنى يعني ممكن يكون الشريك بتاعه هو بيحب حد، ومثلا الشريك بيحب حد تاني، في وبيحب في العلاقه في ثلاثه، في علاقه ثلاثه سواء منه او من الشريك. اوكي. برج الحوت. الحوت الجميل. الحوت فلوس حلوه قوي، هيطور من نفسه من عمله. الحوت عنده انقاذ لما تبقى من ألم، من وجع، من أشياء خانوه أو ناس خانوه بمعنى صح، في أشياء عملية، أشياء مالية، أشياء مادية. كمان في أصدقاء خانوه كتير، هيتشافى، ولكن هيمشي زي ما بنقول لازال الجناح مكسور من داخله. مشكلة الحوت حساس جدا وما بيعرفش ينسى. لو عرف ينسى الكلام ده هتحصل وفرة قوية جدا، وهتحصل عنده طفرة عليها لو قدر ينسى الكلام ده. كمان في الحب، هو فعلا محتاج يلاقي نفسه، يغير ويطور من اسلوب الحب بتاعه. مش اي حاجة كويسة هتحصل للسنة دي. ويبطل شوية الازعاج، يتصل بالحبيب كتير، والقلق والخوف، دايما يتذكر الايجابي. الايجابي ده هيطور من روحه كتير قوي. طب برج الجدي، في ناس بتسال على الجدي، في اتصالات بس احنا بنختصرها يعني. الجدي. الجدي ده يعني تعب الفترات اللي فاتت، والشهر اللي فات ده كان عنده شويه كميه يعني هنسميها مغامرات، مش هنسميها مصائب. يعني الله يجيبها بالخير دائما. ولكن هو برج جميل والله، برج جميل، برج عملي جدا، لكن في الرجاله ما انصحش. جدي زواج يا طلاق 2011. وفي بيبي مش عارف. كتابة عقود. زواج يا طلاق. كتابة عقود. عنده كتابة عقود. كتابة عقود عملية. كتابة عقود واستحقاقات. بس هو بالأحرى الورقة جاية لي بظهرها. محتاج كمان يتعلم شوية من أخطائه. الرجالة. عشان شايفة بيبي فعلا. أنت عندك كنت ملاحظة. هدايا. فلوس. مال. مال لي او مال عليه او مال يستحقه. يعني بصي اجهاد غير طبيعي، الطاقه دي طاقه ترابيه. وشايفه معايا طاقه برج العذراء ان هو يكون عنده الحكمه ان يتخطى كل الصعاب. دي طاقه برج العذراء. هيمشي لمرحله جديده، ممكن يكون معاه حد من العذراء،
ممكن كمان يكون معاه حد من برج الثور، ممكن يكون معاه حد من برج الدلو. عامة الجدي في أي حال من الأحوال هيسيطر على الأوضاع الخارجة عن اللزوم. في الحب بقى الرجل الجدي يحذر عشان هيتكشف، هيتكشف. ده ايه الراجل الجدي دي شتمة ولا ايه بالظبط؟ لا الراجل برج الجدي. برج الجدي. ليه يا استاذ اسلام؟ لا لا طب استاذن، طب استاذن حضرتك معانا مداخلة. اهلا بيكي استاذة ابتسام من المنصورة. ايوه اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايزه اسال على برج 1/7/66. 1/7 اوكي. طب حابه تسالي في حاجه معينه؟ ايوه و 20/10 بنتي. كام؟ 20/10 كام؟ 20/10 مثلا. و 20/7. طيب 20/7 سرطان صح؟ سرطان. احنا قلنا؟ قلنا السرطان. طيب ماشي اوكي. طيب. يبقى 20/10 اللي ما قلناش. شكرا ليكي استاذه ابتسام، شكرا. الميزان 1/7 و1/7 ده برج ايه؟ ما احنا ما قلناش سرطان في الطارو معاك. 1/7 اسد. 1/7 سرطان. سرطان ما قلناش سرطان في الطارو؟ لا في الطارو لا، قلنا كده. خلينا نشوف السرطان والميزان. طيب هنقول السرطان. السرطان. واو السرطان بيتحدث عب كتير جدا. واضح ان عندها مشاكل كتير في البيت. سرطان اتنين سرطان جمله واحده، لا ده كده بيقطعوا بعض. يعني انا واثقه ان ستي دي بتشد في شعرها من ولادها. عنده فرح، السرطان عنده جواز، احتفال، مناسبه، انتقاله، بيت، في انتقاله لبيت جديد، وضع جديد السنه دي. سرطانيين حلوين. في وضع هيتغير، ممكن يخشوا مرحله جواز. الناس اللي كانت متاخره من السرطان في الجواز، يعني مش هنقول كلهم بس اكترهم بالذات لو هم طالعهم ناري، يستبشروا ان السنه دي هيكون عندهم زواج. وطالع الناري هي وبرج الحمل، هو برج القوس، هو برج الاسد. بعض البلوكات اللي السرطان عايز يعملها، عايز يسافر، بعض الصعوبات لكن هيسافر. هيسافر وهيحقق دخل كويس، هيحقق شيء في خياله. بس للاسف ان السرطان بيزهق بسرعه، محتاج يتخلى شويه عن الاشخاص اللي يبقى عنده صبر. لا الاشخاص اللي بيعيقوه، الاشخاص اللي بيسرقوا طاقته. طب الميزان بقى عشان الناس مواليد 20/10. الميزان ورقه برج الدنيا. الميزان حاليا يا بيغير بيت يا بيجدد بيت، ده طاقه 2021 هو بدأ. بيغير، بيبدل، بيجدد فرش، بيغير سياره، بس هو بالاحرى هيكون المنازل الاكتر، او بيجدد عفش، بيجيب حاجه جديده. هيغير حاجات تانية ولا هو بس عفش وسياره وكده؟ والله بص هو الميزان يائس الفترات دي في الحب، خلينا صراحه، بس هتتعدل. دي طاقه برج الاسد، لان هو مش قادر يطلع من حب قديم لو هو اعزب ومش لاقي حد. لكن لو هو متزوج مش قادر ينسى الميزان ان هو عايز يفرض سيطرته، الدكتاتوريه بتاعته. على فكره الميزان عشان محدش يضربني، مش قادر ينسى الدكتاتوريه بتاعته، عايز دايما كل حاجه تفصيل، كل حاجه منظمه جدا، كل حاجه على دماغه هو. فاحنا ما عندناش حد يفسر كل الرجاله دي لكل الستات، بالذات الستات على فكره الميزان. بس الميزان عنده حدوث قويه، هو عنده قوه عاليه جدا، هيلتزم قوته، هيطلع لبره امان، بس محتاج شويه يحرر افكاره، يكون متحرر ويسيب الحبل اللي فيه جذب وشد مع الاشخاص المقابلين ليه، ما يتحكمش. بدايه جديده للميزان مش عارف يبتديها ازاي، ولكنك هتبتديها هتحس الدنيا كلها جايه عليك لفتره، مش جايه عليك ماليا او كده، لا هي جايه عليك اجهاد، هو مش عارف يرتب اي حاجه. مع شد وجذب بالذات الشهرين الاولانيين الميزان باذن الله، شهر يناير وشهر فبراير، ان شاء الله هيطلع من الطاقه دي واكتر الابراج، وهتكون حررت هي محتاجه ايه. كل شيء لازم تحط له البدايه والنهايه. احنا بنتكلم لالاف الاشخاص من برج الميزان، لالاف الاشخاص من اي برج، فانت لازم تتاكد ان انت تطور من نفسك وهدفك فين، فحط اهدافك وابني عليها الواقع.
خلينا ندخل على برج القوس. اتصالات كتير على من برج القوس بس احنا مش عايزين نقاطع حضرتك عشان كده بنستنى. لا عايزين ندي كل برج التايم بتاعه، يعني كل برج نديله حقه. برج القوس يركز معانا. ناس ابراج القوس الجمال. تغيير يا برج القوس شخصيا ووضعيا. كسوف الشمس اللي كان حادث في شهر 12 كان عند القوس والقمر، فاحنا دلوقتي احنا بدلنا، بس انت مش عايز تتبدل لسه، في بعض الاشياء واقف عندها ومصمم خايف من التجديد. ما تقلقش، مش عايزاك تخاف، انا عايزاك تنطلق وجمد قلبك. اللي بيقولوا صح، اللي قلبه جامد ليه رزق. اللي قلبه جامد ليه رزق، ليه رزق. في مثل بيقول كده، اللي قلبه جامد ليه رزق. اللي عنده قلب عنده رزق بالظبط، حاجه كده. يعني انا ما اظن اكون قلتها صح. طاقه عاليه جدا، حمل، وفره، انتقاله برضو، عنده انتقاله. برج القوس عنده رفعه شأن، عنده رفعه شأن عاليه في الوظيفه اللي هو فيها. مال، عندك مال وفير، هيكون عندك طاقه عاليه جدا لو تعاونت مع حد برج دلو. عندك كمان سفر يا قوس، عنده بعض ابراج القوس عندها سفر خارجي والبعض الاخر عنده سفر داخلي، ودي حاجه خاصه بالمال. العاطفه، في تجديد في العاطفه، ولو هو متزوج هيغير اسلوب التعامل مع الشريك وهيكون عنده صبر شويه وخلاص، هيبطل ينشن غلط في العاطفه الخطا اللي دايما يعني دايما القوس بينقي الاشخاص المغلوطين. طب لو مطلقه؟ لو مطلقه هيكون عندها زواج، ما هي دي العاطفه، اللي هو هيبطل ينقي الناس المغلوطين فيلاقي الناس الصح اللي وهينقي الناس. بص القوس عنده مشكله قويه جدا، بيحب الشكل والمظهر وان الشخص اللي قدامه يخش قلبه بسرعه، يكون عاجبه، مش لازم يكون عاجب الاشخاص، بيتعلق بالناس بسرعه قصدي بيتعلق. يخش قلب، لا يخش قلبه، الكيمياء بتاعته تتقابل معاه. اول حاجه بيعملها ان هو بيخش في جزئيه العلاقات الجسديه، فللاسف بينقي الاشخاص الخطا، هو محتاج شويه يركن الجسد على جنب ويفكر في الروح. ده السؤال اللي كنا عايزين نسالوه. السؤال اللي انت عايز تساله في ايه؟ السؤال حضرتك اللي احنا عايزين نسألوه، أكثر الأبراج ميلا للجنس، بما أن احنا جبنا سيرة الميل للجسد أو مايلين أكثر للخيانة الزوجية. لا لا لا، خليني كده. إيه الموضوع جامد ده. بصوا يا جماعة من غير زعل، عندنا برج العقرب بيميل في بعض الفترات من حياته اللي لقى الشريك مش قادر يديله الحب إن هو يكون زوجته او يكون حبيبه، سواء راجل او ست. سواء راجل او ست. لو هو محسش بالامان، هو محتاج للامان جدا. برج الجدش ده بقى مشكله من مشاكل الزمن، طول ما هو ماشي الرجل الجدش بيحب على نفسه. بيحب يشم كل الورد. بس ده هو وفاءه الاول والاخير للبتاع. بس دي في اغلب الرجال، عايزه اقول لك هو مش برج الجدي بس. لا يعني. لا لا، ما هو برج الجدي اغلب الرجال هتبص وتمشي. انا قلت ايه؟ بيحب يشم الورد. يحب يقطف الورده. بس الا من رحم ربي، يعني في ناس برضو احنا ما نقدرش نحكم بالبرج فقط. انا لازم اشوف المريخ بتاعه فين وطاقته ايه. ما ممكن تكون طاقته ان هو يعني ما فيش خالص، مكتوب من عند ربنا، انت فاهمه قصدي؟ لكن في اشخاص كده. طب برج الاسد، برج ايه؟ برج الاسد بالنسبه للقصه، حبيب هيقعد يرغي طول الليل ويستهوج في التليفون مع الحبيب، اوكي، ومراته ايه جايه بقى، يعني المدام بقى في المطبخ خايف العشاء لا اونلاين بيشتغلها اونلاين. طب انثى الاسد ده بالنسبه للراجل، انثى الاسد، انثى الاسد مشكله قويه، اللي لقيت ما معهاش امان مع الراجل اللي معاها بتعمل قط على طول، قطع، طلقني الان. طلقني الان ليه؟ انا عندي حد عاجبني وانا عايزه اروح اكلمه، فمش عارفه اكلمه وانا على ذمتك. طب معلش، عندنا اتصال من المنيا. الاستاذ ابراهيم اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. عن تاريخ الميلاد 4/2/1970. 4/2 4/2 برج الدلو. وزوجتي 20/5/1982. 20/5 تور. دلو تور، طاقة مائية مع طاقة هوائية، طاقة ترابية مع طاقة هوائية، صح؟
صعبه. انا بسال عن الماديه وعن كل استاذ حاجة. استاذ ابراهيم، ابراهيم صح؟ استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم انتوا على طول في مشاكل صح؟ في عناد، في عناد. مشاكل ماديه بس مش في مشاكل مع زوجتي. لا في عناد في البيت. في حد بيعاند الاخر، وطبعا انت اللي بتعاند. بس مش دايما يعني. اكيد مش هتقول مش دايما. طيب هو ان شاء الله الدلو على قد ما هو وقع في ظروف ماديه الدنيا هتفرج، وخلي بالك ان شاء الله ادم زوجتك عليك ان شاء الله ادم حظ. شكرا ابراهيم، بنشكرك ونخرج لفاصل، نستاذن حضرتك للخروج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية. اوعى تروح في اي حته. ورجعنا ليكم تاني من بعد الفاصل، وهنتكلم عن الطاقة الإيجابية وإزاي نجذب الحاجات الحلوة لينا، زي لو حد بنحبه أو الفلوس، أو إزاي نخلي سعادة دايما في بيتنا، أو لو في حد مثلا عنده مشاكل، الاتنين متجوزين عندهم دايما مشاكل في البيت، إزاي نخلي فيه طاقة حلوة، فيه سعادة في البيت، إزاي ممكن لو في حد مضايقنا على طول بنفكر فيه ومضايقنا عايزين نطلعه من دماغنا، ممكن إزاي نعمل الحاجة دي. بس قبل ما نتكلم مع الدكتور عن الطاقة الحيوية، هناخد بس البرجين اللي احنا نسيناهم، معلش معذرة. برج الثور والجوزاء، اتفضلي. الثور والجوزاء، نشوف الطاقات بتاعتهم ل 2021. الثور عنده سعادة حبا وقلبا وقالبا، عنده سعادة في المال، سعادة في الحب، سعادة في الأشخاص اللي حواليه. بصراحة الأشخاص كتير حواليه كانوا بيهدموه، بيقولوا حاجات صعبة، حتى أقرب الأقربين كانوا بيضايقوا الثور يعني دايما. فاحنا دلوقتي عندنا انتصار للثور في سنة 2021، وفعلا عنده شهرة، عنده طاقة عالية، عنده فلوس، عنده ناس هتحترمه جدا 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 وتعترف بجمال الثور عليها. كمان عنده عمل قوي، صبر. سنة حلوة عليه قوي. لا سنة جميلة جميلة على الثور. كمان عاطفيا، عاطفيا خلي بالك، هو كمان الثور مسؤول، من الأشخاص المسؤولين عن الأسرة، يعني سواء ستة او راجل مسؤولين، عارفين ان احنا علينا
المجموعة اللي في الأسرة معتمدة علينا. بس مشكلة الثور إن أحيانا بيتهاون بس في العمل في الحب، ما بيبصش بنظرة ثاقبة، لكن لما بيحب يشوف أوكي. الحاجة التانية احنا قلنا برج الجوزاء الجميل، برج الجوزاء ده مشكلة، خاف يتعامل معاهم، تخاف تتعامل معاهم دماغ. هو دايما بيقولوا في انفصام في الشخصية عند برج الجوزاء. لا هو دماغ، شوية بيضحك وشوية ممكن يقلب الترابيزة ما تتوقعش. وبعدين بقى بيركز، متغير المزاج، وبيركز في الديتلز. هو برج هوائي، ساحر مبدع، سحر بتاعه غير طبيعي، عنده قوة وبداية جديدة في حياته. ممكن يكون الجوزاء يا إما الفترة اللي فاتت طلق فهيرجع تاني، في رجوع للجوزاء للحبيب، أو مثلا هيتجوز جديد، بس هو أكتره رجوع، أكتره هيكون رجوع. يا إما هو أعزب فهيلاقي الشريك النص التاني بتاعه، هيلاقي الحب. بس ليه الجوزاء شايفة حواليه ناس كتير مفيش حاجة كانت بتظبط، دائما في طاقه هدامه. بس الطاقه الهدامه دي قصادها بناءه، يعني انت مش هتهدم غير الناس اللي فعلا ما تستحقكش او اللي انت ما تستحقهاش، ايا كانت الطاقه بتاعتك ومش متوازنه ومش متساويه مع بعض هيطلعوا من حياتك. هتقابل ناس فعلا تكون متناسبه معاك، اي شيء مضل ليك يا جوزاء هو طلع من حياتك. كنا بنتكلم في الطاقه. أنا أيوة. خليني عايزة أقولك إن أنا مرة كنت قريت في كتاب The Secret إن الحاجة اللي بنفكر فيها بتتجذب لينا، يعني سواء مثلا أنا بفكر دلوقتي في فلوس أو الحاجة إيجابية بتيجي، فكرت في حاجة وحشة موت أو حاجة بجذبها ليا عن طريقها. فاحكي لنا بقى بالتفصيل إنك دارسة الموضوع ده. إيه أول هو؟ حاجة The Secret كتاب أنا من الكتب اللي بعشقها، وقوة عقلك الباطن. ذا سيكريت عشان نوضح للمشاهدين كلمة السر. كلمة السر. كلمة السر. والعقل الباطن، قوة العقل الباطن لجوزيف ميرفي. الاثنين دولت بيوجهوكي ازاي تختصري الايجابية في الحياة وتجذبي الاشياء السعيدة. قوة العقل الباطن نمثلها لو احنا جرحنا في ايدينا وما رحناش لدكتور ولا خيطنا اي جرح ولا خيطنا ولا اي حاجة، بيحصل ايه؟ الجرح بيلم لوحده. اتلم ازاي؟ الانسجة مين ادها امر؟ المعدة بتشتغل ازاي؟ العقل. فهي دي قوة العقل الباطن اللي هو السيستم بتاع الجسد كله، كمان سيستم الذبذبات اللي بتخرج من جسدك، لان الذبذبات دي بتعتمد على المشاعر الداخليه. لو احنا عايزين نجذب عريس مثلا، نتكلم بقى البنات الحلوين اللي عايزين يتجوزوا، حط عينك على واحد كده حلو متريش جميل امور وسيم متعلم، تبتدي بقى تجذبي الشخص ده ازاي؟ اركز عليه، اشوفه قدامي. لو انت عارفاه، لو انت مش عارفاه تخيلي طاقه نور او كره من نور، اجذبيه ليكي حب. اتخيلي مثلا ان هو فعلا لبسك الشبكه بتاعتك وقعد مع اهلك وانت في الكوشه معاه ولابسه فستان الفرح معاه وهو البدله والدنيا سعيده حواليكوا. وبعد كده اتركي اي شيء نحسه ونديله مشاعرنا، بعد كده نتخلى عنه يتجلى. الامر بسيط جدا. السعاده الزوجيه، الست مثلا اللي بتطبخ لجوزها ولولادها، لو هي تعبانه ومتنرفزه ومتعكنينه وظهرها واجعها ومش قادره تقف، اوريدي لازما تلاحظ كده بعديها على طول يحصل مشكله في البيت. طاقه سلبيه. طب على طول ازاي بقى نشيل الطاقه السلبيه دي من البيت؟ لو هتطبخ الاكل بالزيت او الميه، لو حتى بتحط مثلا قاروره الميه مثلا او الازاز بتاعه الميه بتملاها، او مثلا الدورك بتاع الميه على الاكل، لازم تكون نفسيتك كويسه. لو نفسيتك مش كويسه على الاقل خالص تقرا سوره الفيل، وتاخد ثلاث تنفسات عميقه وتطلعها ببطء. طب انا سمعت ان الملح ممكن بيشيل الطاقه دي. الملح من البيت ومن الجسد، لكن انت هنا بتنقلي الطاقه للمواجهين ليكي، للاشخاص المواجهين ليكي. الناس اللي بتقول المال، ما تتخيل ان انت عندك مال. دايما يقول لك داري على شمعتك تقيل. داري، لكن اما بنعمة ربك فحدث. يعني انا واحده من الناس لما يجي حد يقول 2020 دي كانت سنه صعبه وما فيهاش اي فلوس، اقول لا انا عملت فلوس، انا حققت اهداف كتير في 2020، كانت سنه صعبه جدا بس انا حققت، وده من نعمه ربنا عليا، شكر الحمد ليك يا رب. دايما قبل ما ننام
انتي بيوتيك. واول ما نقوم من النوم ايه نعمل ايه؟ الامتنان. بمعنى الامتنان بطاقه الخشوع. افتكري الحاجات الحلوه اللي حصلت دي بقى الايجابيه اللي في ذا فكره ان الناس مش عارفه تعملها عشان تجذب الاشياء الصح. طالما انا ببتن لربنا ترسل ذبذباتك للكون، الكون ده في ملائكه موكله بيك، ربنا اللي وكلهم بيك، ونعم بالله هو المتوكل الاكبر، ولكن ربنا عايل لك زي حرس كده سخرهم لك. انت حط في دماغك خير واشكر ربنا، وان شكرتم لازيدنكم. وان شكرتم لازيدنكم. وللاسف احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اكيد كانت حلقه ممتعه مع حضرتك، وبنوه للساده المشاهدين ان قناه اليوتيوب موجوده على معروضه على الشاشه منذ فتره. مكتوب هي الفردوس تاروسا. الفردوس تاروسا. لو حد حابب يتابع الدكتوره على اليوتيوب. واحنا كان معانا يعني مداخلات كتير، وحبينا نختصر ان احنا نقول الابراج بصفه عامه، ولكن للحديث بقيه، وان شاء الله نراكم الاسبوع القادم في نفس المكان ونفس الميعاد ونفس القناه قصدي الفضائيه. واشكركم جميعا والى اللقاء. طب نشكرك.